نظمت أمانة حزب مستقبل الوطن بمحافظة قنا مؤتمرا جماهيريا بقاعة نادي الألومنيوم بنجا حمادي لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. شهد هذا المؤتمر حضور الآلاف من المواطنين بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا وممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي. كل الشعب بكل فئاته داعم الرئيس، وهو عزيز مصر اللي حمى مصر ورجع مصر بدأ من غياهب الإخوان، لكن احنا ان شاء الله هنرد له الجميل. وشعب مصر اصيل، والصعيد ومحافظة قنا بالذات رادة للجميل وحافظة للجميل استمرارا لمسيرة الانجازات الضخمة اللي احنا بنمر بيها. طبعا احنا الصعيد بالذات في حياة كريمة، واللي حصل في الصعيد يعني ما حصلش أبدا قبل كده. طبعا الصرف الصحي والكهرباء والحاجات طبعا واضحة ومعلنة للجميع ما حدث في الصعيد. نحن جينا اليوم إن شاء الله ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكمل فترة الرئاسة ثانية من أجل الرخاء والاستقرار والمشاريع حياة كريمة تستمر. كواجبنا كشباب أو كشعب، لا إحنا نوقف خلف الرئيس، لأن إحنا شايفين الأحداث اللي حاصلة حوالينا دلوقتي والتطورات. بالعكس ده احنا يعني الرئيس حمانا من حروب كتير ومن مشاكل كتير احنا كنا ممكن ندخل فيها لولا حكمة الرئيس. احنا يد واحدة مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اولا لاستكمال المشروعات اللي هي القومية اللي هي موجودة عندنا، تمام. واحدة طبعا كصعيد مصر، تمام، كنا محرومين من خدمات كتيرة، تمام، زي طبعا توفير الكهرباء، توفير الصرف الصحي، تمام، المنشآت والطرق والمصانع اللي هي اتبنت عندنا حديثا، تمام. وان شاء الله احنا برضه مستمرين معانا سيادة الرئيس في دعم واستكمال المشروعات، وان شاء الله والدعم الاول معاه، تمام، ومع سيادة الرئيس تمام ندعم القضية الفلسطينية.